بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب النكاح: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. نعم، في النكاح الشغار. الشغار الظاهر مصدر باب التفعيل، باب المفاعلة. شاغر يشاغر مشاغرة وشغارا، مثل قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا. فالشغار يكون الظاهر فيه وباب المفاعلة من خصائصه الاشتراك بين الطرفين أو بين اثنين. قاتل يقاتل، قتل وقاتل، شارك، فيكون هنا الشغار بهذا المعنى، كأنه يشير إلى أنه كل واحد يخلي بنته للثاني أو موليته للثاني، لأن شغر الصوت كثير مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل الشغر بعد، يعني فيه معاني كثيرة، وقيل الاتساع. فعلى كل حال، الشغار بمعناه أن يتزوج موليته بشرط أن الثاني يزوج موليته، يزوج موليته شخصا آخر أو ابنا لشخص آخر، بشرط أن يزوج موليته لابن هذا الشخص. فالحاصل هذا التبادل، كأنه تبادل كما عبر بعضهم تبادل الفروج بالفروج، أو تبادل البنت مع البنت، أو المرأة مع المرأة. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وهو ثقة، قال: حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق الرقاشي ثقة، قال: حدثنا حميد وهو الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل معروف، قال: حدث الحسن عن عمران بن حسين، حدث الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن تهب نهبة فليس منا. هذا بهذا اللفظ. وجاءت رواية وتأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، أخرجه البخاري وغيره. وهنا فيه عدة أشياء: لا جلب ولا جنب. قالوا: الجلب هو أن يجلب، كما فسر هنا قال في الإسلام. الظاهر أن الجلب في السياق أن يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويصيح عليه. في المسابقة جاز السباق في الخيول، فلا يجنب معه فرسا آخر حتى يحثه الآخر، كل واحد في السباق يفعل أو بنفسه يحث، لكنه يجعل بجنبه فرسا آخر، هذا الراكب يحث فرسه حتى يسابق. هذا ليس هذا مشروعا في باب السباق والجري. والجنب أن يجنب فرسه إلى فرسه فرسا، جلب وجنب كلاهما قريبا معنا، وهو أنه لهذا الغرض، وقيل أنه يجعل ما فرسه فرسا آخر، فإذا تعب الفرس الأول فيركب الفرس الثاني، وهذا أيضا لا يكون في به السباق. وقيل والجلب، وقعلكم لعلكم أو لعله مر بنا، أن تؤخذ زكوات الناس من على مياههم وفي دورهم، فلا يقول المصدق: اجلب لي أغنامك حتى أعد في مكان جلوسي المصدق الساعي. وهذا لا يجوز أيضا. هذا المعنى أيضا فسروا به.
والجنب أيضا بمعنى آخر وهو أنه يجنب الطيبة من الأغنام أو طيبة من البهائم أو طيبة من التمر فيأخذ منه الزكاة. هذه معاني فسروها على كل حال. فهذا ليس يشرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يأخذ من أعلى أو من أعلى أموال الناس الزكاة، إنما يأخذ من الوسط، لا ردي ولا الأعلى. فهذا أيضا مطلوب هنا ومفهوم إن شاء الله، كلا المعنيين صحيح. ولا شغار في الإسلام، والشغار كما فسروا هو أنه يقول أحد أنك يقول أن تزوجه أختك ألا أن أزوجك أختي. ففي هذه الحالة كأن ولا مهر بينهم أو يكون المهر. هناك خلاف بين علماء الإسلام أيضا، بعضهم قال إذا كان لكل واحدة مهرها فالشغار لا يمنع أو شروط اشتراط هذا لا يمنع، لكن إذا كان ليس بينهما مهرا ويكون فرج كل امرأة مهرا للثاني فهذا لا يكون لا يجوز بحال من الأحوال. وأنا أذكر أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان في دروسه كان يقول لا يجوز حتى هذا النوع من الشرط ولو كان بينهما مهرا. أما إذا كان لم يكن بينهما مهرا ويكون فرج كل امرأة مهرا للثانية فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، إنما قال حتى لو كان مهرا بينهما لكن الاشتراط لا يصح، لأن هذا يترتب عليه ربما إذا طلقت إحداهما فيطلق الثاني غضبا عليه أو كذا من هذا المعنى. فيكون الشيخ كان يقول ولو كان بينهما مهرا، والآخرون يقولون إذا كان لكل واحدة مهرا خاصا فجاز أن يتزوج بهذا الشرط، والذي يظهر والله أعلم أن الشرط هذا لا يصح لأن عليها مفاسد، هو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وله في بعض فتاواه موجود هذا الشيء. فيقول زوج هذا من هذه وهذه من هذه بلا مهر، وهذا كان موجودا عند الناس، فإذا كان بمهر فقد أجازه بعض العلماء، والصحيح الذي رجحه بعض العلماء وهو قد يكون هو الأوفق لمصلحة المسلمين أنه لا يجوز اشتراط. لكن إذا تزوج أحدهما أخت أحد وبعد مدة يعني حصل أن للختنه أخت آخر فيريد أن يتزوج أو يزوج ابنه أو شيء، فهذا ليس فيه حرج إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى القزاز تلميذ مالك رحمه الله قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. في الأول قال أبو عيسى لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. انتهب نهبة هذا نهبة عامة، وقيل النهبة في العرس، النهبة في العرس أيضا كان الناس يرمون دراهم ويرمون حلويات وكذا، فالناس يترادم بعضهم بعضا ويتزاحم، هذا أيضا مفهوم منه، هذا لا نهبة في الإسلام. جاء فيه أيضا في خاصة من أحاديث ماذا يسمى أحاديث الزفاف، أحاديث الزفاف في كتب الزفاف كتبوا هذا المعنى وذكروا هذا الحديث أيضا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر، وأشار إلى هذه الأحاديث الشارح رحمه الله، بعضها ضعيف وبعضها صحيح، والضعيف لا يضعف الصحيح إن شاء الله. نعم. النهبة هو هذا ما معروف لا نهبة، السرق الانتهاب غير السرقة، السرقة أن تأخذ خفية، النهبة يؤخذ بالقوة. نعم. فليس هذا من الإسلام، وقيل المقصود من النهبة هنا الذي الناس يرمون من الدراهم، يرمون من الحلويات، يرمون كذا في الأفراح، وهذا جاء في ذكر كتب آداب الزفاف أيضا. نعم.
ثم قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن وهو تلميذ مالك معن ابن عيسى قال حدثنا مالك عن النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والنهي يدل على التحريم وهذا هو الذي ينبغي ألا يقال غيره لأنه جاء تأكيد في هذا. نعم. يقول قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته ألا أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا. يعني الآن وهذه من المسائل التي بحثت في كتب الفقه وشروح الحديث قالوا إذا وقعت الواقعة بحيث زوج واحد أخته ألا أن يزوج هو أخته بمن زوج أخته فبدون مهر فإذا أدخل عليهما المهر فهل النكاح صحيح؟ قالوا لا هذا باطل من أصله لا بد أن يفسخ ويعقد من جديد إذا كانوا يرون أن المهر لكل واحد يصحح النكاح مع ذلك لا بد أن يفسخ وثم بخطبة جديدة ومهر جديد ونكاح وشهود جديد جدد. وقال الآخرون أنه يصحح يعني إذا كان الخطأ حصل في أي جزئية في جزئية عدم النكاح عدم الصداق بينهما فيدخل الصداق ويصلح. يعني يأتي أحد فربما يستدل لشيء قال بعض أهل النكاح الشغار مفسوق ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة. يعني الآن على كل حال الشخص إذا رأى في الأدلة فربما يستدل للأول لقول أحمد والشافعي وإسحاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والنهي يدل على التحريم والنهي يقتضي على الفساد فالفاسد النكاح الفاسد يفسخ. هذا وجه واضح في تعامل الأئمة في كثير من المسائل. ووجه آخر أنه إذا كان لم يكن بينهما مهر فيدخل بينهما مهر ويبقيان على نكاحهما. ولعل هذا دليله دليل البروة بنت واشق الذي كان مات ولم يفرض لها صداقا فسألوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شهرا يترددون ولا يفتي. وهذا أيضا له معنى كبير ينبغي للإنسان أن يخاف الله تعالى ولا يفتي ويرمي الكلام على أواهنه لا بد أن يكون يبحث الدليل. فلما ألحوا عليه فقال أقضي فيه برأي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فهو مني ومن الشيطان أقول فيه لها مهر المثل لا شطط ولا وكس. هكذا جاء ابن مسعود رضي الله عنه. فقام ماقل ابن سنان الأشجعي وقال والله لقد قضيت أنت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا بروى بنت واشق بما قضيت. ففرح وحمد الله وقال الحمد لله الذي وفقني لما للحق بهذا المعنى. فالحاصل هناك أدخلوا النكاح بدون مهر أصلا صحيح بدون ذكر مهر أصلا صحيح ولذلك إصلاحه يكون لا بأس بإدخال المهر لكن هنا أصلا فاسد. فلذلك قول الشافعي وقول أحمد وإسحاق والله أعلم قد يكون هو الأقوى في هذا بأنه يفسخ ثم بعد ذلك إذا أراد تحليل هذا النكاح فيدخلان أو يدخل على كل منهما نكاح الصداق لكل منهما. نعم. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان. وفي رواية أن المالك يفسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. فرضنا على قول الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق إذا فسخ النكاح
والمرأة تكون قد حملت منهم، فلا شك أنه يكون لها مهر المثل، كما قالوا لها مهر المثل إذا تركها مطلقا. أما إذا كان فسخ ثم أراد أن ينكح قالوا أنه ينكح من جديد وليس لها مهر، لكن إذا حملت فالولد له، لأن النكاح نكاح شبهة، هكذا قالوا، فالولد ينسب إليه ولا يقال الولد لا أبا له. نعم، أجمع العلماء ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور البطلان في رواية أن المالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، هو قول الزهري ومكحول على كل حال، ورواية أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قولنا على مذهب الشافعي لا لاختلاف الجهة. ولكن قال الشافعي إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم، يعني كأنه يقول أنه لا يجوز وهو حرام، لكن إذا كان يعني أفتى أحد بدلا أن يكون نكاح جديد ألا ما ذهب إليه الآخرون فله وجه أيضا، بحيث يدخل بينهما الصداق ويستمرون على النكاح، والله أعلم. نعم، باب ما جاء لا تنكح المرأة. نعم، يقول هنا هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم أن نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق، وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة. باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي الإمام قال حدثنا عبد العالى ابن عبد العالى، وهو عبد العالى ابن عبد العالى السامي البصري من الثقات، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة وهو معروف كان قد اختلط، لكن الكواكب النيرات ذكر أن عبد العالى ابن عبد العالى سمع منه قبل الاختلاط. أنا أبي حريز، أبو حريز في هذه الطبقة اثنان، عثمان أبو حريز وهو ثقة، وهذا عبد الله بن حسين أبو حريز بصري صدوق في يخطي في بعض الأحيان. عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها هذا لا يجوز. والذين يقولون أن خبر الواحد لا يجوز أن يخصص به كتاب الله تعالى، من أصول هذا الأصل أو من أخذا لهذا الأصل يجوز عندهم الظاهر، لأن كتاب الله تعالى يقول ماذا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم، ولا أن تجمعوا بين الأختين، وفي الأخير ماذا صوت ما يجي سبحان الله وأنت قريب مني أفى اللهم صلى الله. أيضا الآية التي فيها وحل لكم ما وراء ذلكم، وحل لكم ما وراء ذلكم، معناه الجمع بين الأختين والجمع أن تجمعوا بين الأختين فقط، لكن جمع بين المرأة وأمتها على أصول أولئك الذين يقولون أن كتاب الله تعالى لا يخصص بخبر الواحد، وقرأنا كتبهم فلما ضاق عليهم الأصل فقالوا يجوز أن يخص كتاب الله تعالى بالحديث المتواتر والمشهور. قالوا هذا ليس متواتر، قالوا علماؤنا جعلوه مشهورا هكذا بهذا اللفظ، علماؤنا وعلماؤهم، هذا موجود في المذاهب الأربعة كثير، علماؤنا وعلماؤهم، وصولنا ووصولهم، فقالوا جعل علماؤنا هذا الحديث مشهورا. الحاصل الذين يقولون أنه يجوز تخصيص عموم كتاب الله تعالى بخبر الواحد صحيح ثابت، فهذا الحديث دليل على هذا، فلا يجيزون الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وقد مضى بنا لعلكم تقولون أنه حتى تنكح زوجا غيره، ذكرنا لكم
تنكح يعني صارت النسبة نسبة النكاح إلى المرأة، ما قال حتى تنكح، فلا اشتراط للولي. قالوا خبر الواحد لا يخص به عموم كتاب الله مثل هذا، فنجد اضطراب في تطبيق القاعدة. إذا وجدوا قولا موافقا يمشون، وإذا كان قولا مخالفا يعولون تاويلات. فنقول لا، نمشي على وتيرة واحدة، خبر الواحد الصحيح إن شاء الله يجوز به تخصيص. أما النسخ وغيره اختلفوا فيها، لكن تخصيص ليس تخصيصا، هو بيان لكتاب الله، بيان لكتاب الله. نعم. على كل حال، فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال روى ابن حبان في الصحيح وابن عدي هذا الحديث من طريق أبي حريز عن يكرم عن ابن عباس، وزاد في آخره: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. لماذا نهي؟ كأنه فيه حكمة النهي في الجمع بين المرأة أو عن الجمع بين المرأة وعمتها، لأن بين المرأة وعمتها وعمتها مثل أبيها وأمها، ما هو كذا؟ وكذلك خالتها، والخالة بمنزلتها الأم. لكن إذا حصل بينهم تضرر، صارت ضرة لخالتها وصارت البنت ضرة لعمتها، فهذا يحصل بينهم خلاف. وقد حصل بين الضرات حتى في أطهر نساء العالمين في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنساء العالمين عامة؟ ولذلك هذا المعنى صحيح: إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فربما يكون حصل خلاف بين الضرتين، البنت وعمتها وبنت خالتها، فيكون قطع الأرحام وينبني عليه من الأم وغيره. نعم. لا، هذا ما ملكت أيمانكم أجازوا، أجازوا، ليس فيها الظاهر. جزاك الله خير. الأخ يسأل أنه إذا كانت أختان رقيقتان عند أحد فهل يجمع بينهما؟ نعم، الظاهر أجازوا، إنما هذا في الأزواج. نعم. وربما الآن بنت إيش؟ بنت أمها لا يجوز، الظاهر جمال يجوز أن يكون، لكن لا يجامع. قالوا أنه لا يجامع الثنتين، واحدة إذا جامعها الثانية لا يجامعها، لكن يجوز جمع بينهما رقيقتين. على كل حال، ربنا يفتح عليكم باب الفتوح حتى تأتي هذه المسألة، وإلا المسألة ماتت هذه خلاص. نعم. أيضا جاء في رواية أخرى أنها أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة، لكن القرابة عامة ليس يدخل في هذا الباب. على كل حال، المرأة وعمتها لا ينبغي الخلاف فيها، وقد صح وفتاوى الصحابة على هذا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا: حدثنا حسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أبو حريز اسمه عبد الله بن حسين قال حدثنا نصر بن علي أنه قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحديث الأول عن ابن عباس، والثاني عن أبي هريرة، وهو من بإسناد أعلى من الإسناد الأول مثله، أي نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وهو ابن العاص وأبي سعيد وهو ابن الخدري وأبي أمامة وهو الباهلي وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين وأبي موسى وسمرة ابن جندب. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون ثقة قال حدثنا داود بن أبي هند وهو أيضا من الثقات المعروفين قال حدثنا عامر وهو عامر بن شراهيل الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو الأمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أخيها أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. تأكيد هذا، الصغرى على الكبرى، من التي تكون كبرى؟
هي خالة تكون كبرى، أما تكون كبرى، هذا هو المعنى المقصود منها، أو المقصود منها أختان، أن تجمعوا بين الأختين تأكيدا لما جاء في كتاب الله تعالى، وأن تجمعوا بين الأختين صغيرتين وكبيرتين، أو لكن إذا كانت تومتان لابد أن تكون واحدة صغيرة واحدة كبيرة، ما هو كذا؟ إيه؟ كانت واحدة من الأختين من الأقارب، فكان إذا غضبت على أختها قالت هذه كانت ضيقتني حتى في رحم أمي. فإذا كانت تزوجت مع بعض يكون الله المستعان. نعم. فعلى كل حال الصغرى على الكبرى فسروها بمعنى أنها العمة على بنت أخيها والخالة على بنت، والصغرى على الكبرى قالوا الأختان، كلاهما فسروا، لكن الصحيح الظاهر تأكيد للخالة وعمة أن تجمع أخت بنت الأخ وبنت الأخت. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا. فإذا صار إجماعا، إذا كان ينقل جميع الأئمة أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المتخذة، فهذا إجماعا، والإجماع قالوا لا شك أنها حجة من الحجج الأربعة، الاختلاف في صحة الإجماع، لكن إذا لم يوجد خلاف من زمن الصحابة أو في زمن الصحابة حصل إجماع على شيء لا يجوز خلافه، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف أو تخالف كثير. الآن نلزم أولئك الذين يعتقدون عقيدة العشري، عقيدة الماتريدي، اعتزال وغيرها وغيرها، ألم يحصل الإجماع من الصحابة؟ إيه؟ هلا، لكن بالملك اليمين قالوا لا يجامع الثنتين، لا شرطوا فيها أنه إذا كان أختان تحت رقه فلا يجامع الأخرى، لكن يجوز الجمع بين الأختين بالرق، لكن لا يجامع. نعم، هذا الذي ذكرت. ونقول ألم يحصل الإجماع من الصحابة على العقيدة السلفية التي هي مأخوذة منهم؟ أمروها كما جاءت، وأن الله على العرش، وأن الله له صفات، وإن ولا تؤول ولا تكيف ولا كذا. ألم يحصل الإجماع؟ إجماع حصل في أعظم عصور الإسلام وأفضل القرون، حصل الإجماع. لكن ترى أمة محمد أكثرهم الآن لو سألت يقول أنا على عقيدة العشري، الله المستعان. فأما الإجماع في الوصول نقرأ، قالوا مخالف الإجماع كافر، لأن الله تعالى قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا أعظم دليل على أن الصحابة هم أول من يحصل منهم الإجماع، إن كان يحصل الإجماع، وقد حصل الإجماع على العقيدة الصحيحة، لكن الأمة اختلفت. هل أحد يقدر أن يرد هذا القول؟ أنا ما قرأت هذا في مكان خطر ببالي هذا الشيء، ربما يكون بالحقيقة. نعم، ينبغي أن ينشر هذا فيما بين الأمة بأنكم مخالفون للإجماع بالحقيقة. ما يوجد بدوي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الآية الرحمن العرش استوى يضحك ربنا أو يغضب ربنا، غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب مثله، كل هذا ما يستشكل كيف الغضب من الله تعالى، هم يعرفون كما أن الله ليس كمثله شيء، كذلك لصفاته ليس شيء، لا يشابه صفاته صفات أحد، الإجماع حاصل. والمخالفون لهذا الإجماع يعرفوا أنهم مخالفون لهذا الإجماع وآثمون لا شك فيه، لا نتنازل من هذا الكلام. نعم. قال لا نعلم بينهم اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم، يعني لم يحصل النكاح، وإن حصل فيجب أن يفصل بينهما، وإن تمادى على هذا
فهو ولي الأمر يحاسب حسابه، إن لم يتب فيقتل كما قالوا، موجود هذا. نعم. قال أبو عيسى: أدرك الشعبي أبا هريرة وهو عامر ابن الشراهيل الشعبي وروى عنه: سألت محمدا عن هذا أي، فقال: صحيح. فانظروا الإمام رحمه الله، لعل أحدا يكون قد شك أن ابن الشعبي عامر بن شراهيل لا يكون سمع من أبي هريرة، ولذلك قال: أدرك الشعبي أبا هريرة. ويعني ليس ببعيد أن يكون، يعني أظن عمره الشعبي كبير وقت وفاة أبي هريرة رضي الله عنه، غاية ما فيه كان يكون في الكوفة، فإدراك يبحثون كيف، هل يعني ارتحل، رحلات كانت واجبة في تلك الأيام للقاءات، فارتحل دخل المدينة، الشعبي معروف وسمع من علماء المدينة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء للحج كما جاء يذكر. فبذلك على كل حال إنكار سماعه وهو ليس مدلسا ما دام جاء أمكن أن يكون سمع. وبهذا في الحقيقة يبحثون كثير أئمتنا رحمة الله عليهم حصول اللقاء بالرحلات وغيره. نعم. والحج خاصة مكة والمدينة كان محط لقاء الرجال. الإمام أحمد كان يقول: كان الناس يحجون للقي، لأنه يأتي من أطراف العالم العلماء وأطراف العالم الطلبة فيجتمعون في مكة، ولذلك كانت مكة دائما في الحقيقة محط العلماء والطلبة دائما. وندعو الله تبارك وتعالى أن يديم الخير ويديم الحال على هذا الحال. ومنه كانت مجاورة لها أثر. عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه جاء للحج، وقبل الحج ابن معين وأحمد رحمهم الله وهما رفيقي الحياة، قرر أننا نحج ثم نذهب إلى اليمن إلى صنعاء، إلى عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله نسمع. فإذا ابن معين رحمه الله جاء يطوف بباب البيت، فوجد أن عبد الرزاق، الناس قالوا: هذا الشيخ الإمام عبد الرزاق الصنعاني قد وصل إلى مكة. ففرح وذهب يبشر أبا الإمام أحمد رحمه الله، قال: ها قد كفانا الله المعونة وجاء عبد الرزاق. الإمام أحمد يقول: لا نسمع منه، قد نوينا نية لا نسمع منه إلا في اليمن. فبالفعل بعد الحج لما راه ارتحلوا على ضيق من الإمام أحمد على كل حال وسمعوا منهم. الحاصل على كل حال رحمة الله عليهم. قال أبو عيسى: أدرك، قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة. هذه الرواية إذا كان روى عن رجل عن أبي هريرة، فهل تعلل بهذه الرواية التي جاء فيه روايته؟ لا، لأن هذا يحصل المزيد في متصل الأسانيد من مصر، هذا يأتي. ونفرض أنه يكون سمع من أبي هريرة ثم سمع من رجل سمع من أبي هريرة، أو بالعكس يكون سمع من رجل من أبي هريرة ثم أخذ الإسناد العالي، وكانوا يرتحلون لأخذ إسناد عالي وحذف الواسطة. أم أنا أسمع من هناك ما أسمع منك؟ من هو؟ ولو لم يكن صحابي فرضنا أنه يكون أي واحد تابعي، أما إذا كان صحابي فإبهام اسم الصحابي لا يضر. لكن حتى لو كان رجل ولم يذكر، لو ذهبنا نبحث المبهمات من الكتب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، وكذلك المهمات في الإشارات في مبهمات الإسناد، هذه قد نجد أن الرجل الفلاني هو فلان. ولذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يعتني كثير بالبحث، إذا جاءت رواية فيقول: هذا الرجل بحثته فلم أجد أنه تعينه من هو، أو الصحابي يقول: جيت وفلان ومعي صاحب لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بحثت عن هذا الصاحب ما وجدت من هو. فيبحث، لكنه لا يعلل ما دام هو قد أدرك فيكون روى عنه مباشرة، إن كان روى بعض الأحيان بالواسطة. نعم. فيكون على كل حال الحديث صحيح، ولذلك لا ينبغي الخلاف في هذا. ثم قال: باب ما جاء
قال الفائدة الشارح قال الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائز. الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائز. هذه فائدة. قال قال البخاري في صحيح جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وهذه البنت لم تكن من الامرأة الثانية. قال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح عند عقد النكاح الشروط. قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو التبع ابن التبع أو عيسى يوسف بن عيسى التبع من الأئمة المعروفين. قال حدثنا وكيع ابن الجراح رحمة الله عليه أنه قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر ابن أبي كثير ثقة عن يزيد بن أبي حبيب الفقيه مصري عن مرثد بن عبد الله وهو مرثد بن عبد الله اليزني من الثقات الفقهاء أن أنا أبي الخير أن مرثد بن عبد الله اليزني أنا أبي الخير يعني أنا أبيه هو أبوه مرثد بن أبي الخير وأبو الخير هو عبد الله اليزني. كيف؟ مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة نعم عن عقبة عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. أحق الشروط حتى يعني أي شرط خاصة المهر هذا شرط أو إعطاء شيء للمرأة. أما إذا اشترط أنك لا تخرجني من المدينة أو أنا لا أخرج من مكة أو كذا فهذا يختلفوا فيه. بعضهم قال يجوز يعني على كل حال قد يكون ما دام الرجل له مصلحته في بلد آخر فجاز له ينتقل هكذا قالوا. لكن إذا كان ليس هناك سببا يعني عجز وراءه فينبغي أن يوفي بهذا الشرط أيضا. لكن الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان شديد في هذا قال لا إذا اشترطت كانت واحدة شنقيطية وتزوجها واحد نذكر قصة هذه وأراد أن ينتقل إلى أظن حناكية ولا كذا قريب من المدينة فالشرط قالت هي لا تخرجني من المدينة فالشيخ قال لا لا يجوز له أن يخرج إما يطلق وإما يروح لحاله ثم يرجع. نعم الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد رمين الشنقيطي صاحب الأضواء رحمه الله كان دائما يعني على شديد فيها. على كل حال كل شرط فيها مصلحة للمرأة وهي ما اشترطت إلا لمصلحتها إلا شرطا أحل حراما وحرما حلالا مثل ما قال. وقال الشيخ سمعت من صوته أيضا كان يدرسنا الشيخ رحمه الله قال إذا اشترطت أنه لا يتزوج علي ففي هذه الحالة قال أيضا واجب لأنه النكاح الثاني ليس بواجب مباح ويجوز لها أن تشترط خلاف المباح مثل السفر إلى غير المدينة مباح. فبذلك كان يقول أنه يجب عليها أن يوفي بهذا الشرط. والآخرون قالوا لا هذا شرط فوق شرط الله تعالى ما دام جاز الله تعالى فيوافق ثم بعد ذلك يعني يتزوج عليها. واستدلوا أنا أذكر من أين استدلوا قالوا لما ألح أهل بريرة جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها قال إني كاتبت أهلي على 9 أواق مفرقة أو مجموعة فقالت عائشة رضي الله عنها إن شاء أهلك أعدها لهم ويكون الولاء لي الولاء الذي يبقى بعد هذا معروف هذا ويكون الولاء لي. فذهبت إليهم فقالوا فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة قالت إنهم قالوا لا إلا أن يكون الولاء لهم قال خذي واشترطي إنما الولاء لمن أعتق يعني وافقي على هذا الشرط استدلوا بهذا وافقي لكن لا يكون إلا ما قضى الله ورسوله الولاء لمن أعتق. فمن هنا بعضهم استدل بهذا قال يجوز له أن يوافق بأن لا أتزوج عليك لكن بعدما ملك ناصيتها يجوز له يقولون هكذا. على كل هذا المسألة الله المستعان.
يقول هنا قال أبو عيسى قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر نحوه. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها, وهو قول بعض أهل العلم, وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها, هكذا ذكروا شرط الله قبل شرطها, ما دام أباح الله له أن يبتغي فضل الله فيه وينتشر في أرض الله يذهب, شرط الله قبل شرطها, كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت قد اشترطت على زوجها ألا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. نعم, وقول على كل هل ذكروا قال أن علي أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها. قال الحافظ قال الليث والثوري والجمهور بقول علي حتى لو كان صداق مثلها 100 مثلا فرضيت ب50 ألا ألا يخرجها, يعني صداق مثلها 100 لكنها عند الشرط قالت آتني مهر 50 وشرطي بدل 50 ألا تخرجني, جاز لهم أن يخرجها, جاز له أن يخرجها, هكذا قالوا. المسألة على كل حال مختلف فيها وفيها مجال الاجتهاد لقول العلماء رحمة الله عليهم, لكن لا شك فيه أن ما دام قد وافقت على شرط ليس واجبا عليك فإذا قدرت أن توفي فهو الأولى. نعم, باب ما جاء في الرجل يسلم عنده 10 نسوة. 10 نسوة, قل 7 نسوة, قل 5 نسوة, يعني فوق 4 ما حكم النساء. قال حدثنا هناد وهو ابن السري أنه قال حدثنا عبده وهو مر بنا كثير عبده بن سليمان الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة عن مامر وهو ابن راشد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية فأسلمن معه, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منها. في حالة الكفر فعل ما فعل, لكن لما أسلم لا حق له ولا استقام إلا 4 نسوة. ماذا يفعل؟ هل يأخذ الأولى ثم الثانية ثم الثالثة أم يتخير من هذه يترك الأولى واللي جاءت في الأخير؟ هذه الرواية على كل حال فيها, وهي رواية صحيحة إن شاء الله, لكن بعضهم قال إن الرواية جاءت فيها بعض العلل. قال أبو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ, والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري, وحمزة قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده 10 نسوة. قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن, الظاهر قبل موته كما جاء في الروايات أنه الروايات بالتفصيل حديث الزهري عن سالم, الإمام البخاري يقول حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه قبل موته بقليل فقال له عمر لتراجعن نساءك لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. أبو رغال هذا كان قالوا إنها الشخص الذي كان أرشد أبرهة الأشرم لما جاء ليهدم الكعبة إلى طريق مكة, فلما مات فكان الناس كل من مر على قبره كانوا يرجمونه لعنة على هذه أو يعني شتما لهم لهذا الفعل, شتم كأنه لهم أو إنكار على فعله هذا. فيقول وفي رواية أخرى أو في هذه الرواية نفسها أن عمر رضي الله عنه يقول لعل شيطانك قد أوحى إليك أنك تموت فأردت أن تحرمهن من الميراث, لتراجعن نساءك أو لأرجمنك كما ترج أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال.
فالإمام البخاري رحمه الله يقول رواية ابن عمر هذه الرواية التي كان فيها أنه طلق، وأما رواية غينان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فهذا جاء من طريق آخر، محمد بن السويد أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، كأن له حادثتان، حادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما صحح الروايتين، روايتين صحه، فقالوا حادثة أنه أسلم وعنده عشر نسوة في أحد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطليقه نساءه الأربعة اللواتي يكون قد اخترعهن أنه كان في زمن عمر رضي الله عنه، فالذي يظهر أن كليهما أو كلتاهما صحيح إن شاء الله، نرجو من الله ونستخلص من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين في وقت واحد من النساء إلا أربعا، وإذا أسلم وعنده أكثر من أربعة يختار منهن ما شاء، هكذا يتخير منهن، ولا يلزم أن يكون الأولى هي التي جاءت والثانية والثالثة والرابعة ثم خامسة سادسة تطلق، ليس بلازم إن شاء الله، يختار ما شاء منهن ويطلق البقية قطعا. وإذا أبقى، سمعنا إلى الآن ما ندري الإخوان الذين كانوا يذهبون، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يرسل ناسا في أفريقيا، الجامعة الإسلامية لها بركاتها الكثيرة، من جملتها أن كانوا يذهبون، الشيخ محمد بن ناصر العبودي له كتاب إفريقية الخضرة، كان يتقصى أحوال البلاد، كانوا يحتاجون يرسلون إلى الدعاة هناك من قبل الدولة، جزاه الله خيرا، اللهم زد وبارك، فكان يجدون هناك الإخوان كل شيء يقبلون منك إلا واحد عنده 15 نسوة ما يريد يطلقهن، وجيش من الأولاد، يقول جيش من الأولاد، ويدعون على الغداء والعشاء ماذا نفعل، ما يطلقون، يقول بالجهل، لكن الآن يقولون أنه الحمد لله وقر الدين في قلوبهم، لأنها جهل كان باقين، وقال كيف أترك هؤلاء أولاد وهم أمهاتهم وكذا وكذا، يقول باقين عليه وقد مضوا معهم 10 سنوات ويرون أنهم باقين على 10 نسوة 7 نسوة 15 نسوة. في نيجيريا أيضا قالوا، وفي غانا، بنين، كل هذه قريبة بعضها ما بعض، الله المستعان. ثم بعد ذلك باب ما جاء في الرجل يسلم عنده أختان، المسألة مثله أن تجمع بين الأختين، فإذا هل يختار أحداهن؟ قال حدثنا قتيبة ابن سعيد، قتيبة هو ابن سعيد البغلاني، أنه قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن وهب عن أبي وهب الجيشاني، أبو وهب الجيشاني هذا قالوا إنه مقبول، ومن يعني طبقة الثالثة الخامسة، أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت، لابد أن يطلق أو يفارق الثانية قطعا. هذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا حسنوه، نعم، فإذا الأختان أيضا، وكذلك إذا جمع بين المرأة وعمتها، ما هو كذا تأتي المسألة هكذا أيضا. قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر العبدي وهو من الثقات الحفاظ، قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم الأزدي المصري قال حدثنا أبي وهو جرير ابن حازم ثقة قال سمعت يحيى ابن أيوب الغافقي الثقة الفقيه يحدث، يحيى ابن أيوب المصري يحدث عن أبي أن يزيد ابن أبي حبيب أيضا المصري ثقة عن أبي وهب الجيشاني، أبي وهب الجيشاني عن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أسلمت وتهتي أختاني، قال اختر أيتهما شئتا. قال هذا حديث حسن، وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم ابن حوشع، ديلم ابن حوشع، نعم، هكذا جاء فيه، والحديث هو السابق حسن إن شاء الله.
أين بشار؟ محمد بن بشر موجود هكذا عندكم؟ لحظة لحظة، ليس لا نتناجل. من شيوخ البخاري الترمذي محمد بن بشر العبدي، هذا مذهبنا كثير. كيف نحقق أنه محمد بن بشار أو محمد بن بشر؟ انظروا كتاب تحفة الأشراف، بارك الله فيكم. تحفة الأشراف هو دقيق جدا، وهو الذي يقضي بيننا بأنه محمد بن بشار أو محمد بن بشر، وكلاهما شيخ البخاري الشيخ الترمذي. هنا قال ماذا؟ أين قال؟ أين الضبط هو؟ في الكتاب يعني؟ لا، ما يفيد هذا. هذا أنت وأنا وهم وهؤلاء يضبطون كما يريدون. لكن هل هو محمد بن بشر وبشار؟ على كل حال راجعوا إن شاء الله، وكلاهما ثقة لا يضر في صحة الحديث، لكنه لابد أن نحقق أنه هو بشار أو بشر. نعم. وأيضا جامع الأصول وغيره هم الذين يفرقون بين هذا. نعم. باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة، هي بن أيوب الغافقي، أن ربيعة بن سليم، وهو ربيعة بن سليم التجيبي مقبول، عن بسر بن عبيد الله ثقة، عن رويفع بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. وفي رواية أخرى، والرواية جاءت من طرق أخرى عند أحمد وغيره أيضا، ولذلك حديثه صحيح أو حسن: لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، هكذا جاء. هنا جاء: فلا يسقي ماءه ولد غيره، هناك: لا يسقي ماءه زرع غيره. فهذا يدل على أنه المقصود منه إذا كان ملك، إذا كان ملك جارية وهي حامل فلا يجامعها حتى تضع حملها. وسموا، وهذا الآن يعني نقول، واحد كان سأل سؤال عجيب. الآن علماؤنا يثبتون الإعجاز العلمي، إعجاز العلمي، لكن نقول كلها كأنه فكر انهزامي. كيف؟ إذا قالوا شيء قالوا هذا موجود في السنة، إذا قالوا شيء هذا موجود في كتابنا، لماذا لا تخرجون إعجازا علميا لم يبلغوا إليه؟ فنحن نقول هذا من علمائنا قديما قالوا إن الحمل الجنين يستفيد من الجماع، في سواء كان من أبيه أو من غيره، ولذلك صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يسقي ماءه زرع غيره، يستفيد منه. أما إذا لم يكن يستفيد، فهم الآن متفقون كأنه أن الولد من جماع أمه، الجنين من جماع أمه يستفيد الجنين. فصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليبحثوا، بحثوا وجدوا صحيح. هذا من أول علماؤنا قالوا، هذه من الفوائد التي قالوا. مثل هذه هم يطرقون وينطلقون من كتاب الله وسنة رسول الله في البحث عن الإعجاز العلمي كما يقولون. نعم. ثم المشكلة أننا نحن نلوك كل ما يقولون، وربما يكون في بعضها كلام، لكنهم يصدرون كتب والمجلات أن هذا من الإعجاز العلمي، وقد الجمعية الفلانية أمريكية وجمعية الفلانية بريطانية قالت كذا وقالت كذا. ليس كل ما يقولون يقبل إلا بعد التحقق من المسلمين. نعم. انظروا، وفي رواية أخرى جاء أنه قال في زرع غيره، يعني يتيان الحبالة. وزاد أبو داود: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، يستبرئها بحيضة واحدة كما هو معروف، ينتظر حتى تحيض حيضة. فيدل هذا على أن رحمها نظيف وليست هي حامل. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. ربما يأخذ يقول نصيبي من المغنم كذا وكذا، هذا من يدخل في البيع المجهول،
كم يأتي نصيبك ما يدرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ثم أما الاستفادة والله أعلم أو التقبيل وكذلك المباشرة بدون الجماع فقد أجازوه والله أعلم في المرأة إذا الأمة إذا جاءت في القسم في حينه لم يستبرئها لكنه يجوز له أن يقبلها ويضمها إلى آخره. وفيه قصة أظن وهي ذكرها ابن سعد وهي أظنها صحيحة. أنا كنت أدرس في القديم فكنت أذكر ووقر في ذهني أنه صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قال وقعت في يوم جلولاء في قسم جارية عنقها كأنه إبريق فضة فجعلت أقبلها والناس ينظرون. هذا يذكرون هكذا والله المستعان هكذا جاءت الرواية. فقالوا الاستمتاع جائز غير الجماع الاستمتاع غير الجماع لكن الذي يحوم حول الحمى ربما يقع فيه ولذلك يجتنب. نعم الله المستعان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رواه ابن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. في الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والإرباض بن سارية وأبي سعيد. باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها؟ نفس المعنى الظاهر قريب التبويب. ما دام يسبي الأمة ولها زوج لابد أن يستبرئها ليس له إلا إذا استبرأ ولو بعد يوم يومين. نعم. قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا حشيم أن اللهم صل على محمد أنا كنا نحسب أننا ننتهي اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الله أكبر الله أكبر. يقول هل يجوز أن تزوج بنت أخت أن أتزوج بنت أختي خالتها بنت أخت زوجتي؟ هذه خالتها يا شيخ. يجوز لك إذا كان فارقت بأي طريق المرأة فيجوز لك أن تأخذها. لكن الجمع بين الأختين بين الخالة دليل على أن زوجة الجد الثانية تكون محرما لي. يعني تريد دليل زوجة الجد الثانية تكون محرما لي هي أمهات أبائكم ألا ونساء لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. والجد أب يا أخي والجد أب لا يجوز لك أن تتزوج زوجة الجد الثانية. نعم الله يبارك فيه. في مسألة الرجل يسلم ما هو عشر نسوة يسلمن السؤال هل يجوز أن يقرع بينهن في الطلاق أو في الفراق؟ نعم يجوز هذا لأنه ربما قلبه أيضا يلومه وهن أيضا لا يعني ربما يلمن فيقرع بينهن فمن قرأت قرأته إذا رضي هو وإلا له الخيار يختار أيتهن شاء منهن. نعم. حديث من دل على خير فله مجر فاعله هل مفهوم المخالف أن من أعان على بدعة؟ كمل الحديث. الحديث ماذا فيه؟ من دل على من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره ووزر من عمل به. مثل هذا. نعم. حكم سب الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ كتاب السارم المسلول على شاتم الرسول. بعض العلماء قالوا لا تقبل منه التوبة ليس إلا القتل والآخرون قالوا على كل حال جاز أن يستتاب فإن تاب وحسن حاله وإلا يقتل. وإذا كان الإنسان حلافا ونسحته ولم ينتصح فهل نعلمه أنه يقول إن شاء الله بعد حلفه؟ هل نعلمه وهذا إهانة له للحلف؟ نعم لا بأس فيه. نعم جزاك الله خيرا. ك
كبير لا ببعض الناس عندنا يقولون إن الهجرة واجب من الهند. يقول أنا من كيرلا الهند، بعض الناس عندنا يقول إن الهجرة واجبة أو واجب من الهند، هل هذا صحيح؟ هو في الحقيقة أي مكان الإنسان لا يجد أن يعيش فيه بدينه فأرض الله واسعة، إذا وجد فرصة أن يهاجر. لكن الهند الحمد لله الآن المسلمين مثبتين شخصياتهم، لهم مساجدهم ومدارسهم، والدولة لا تقدر أن تمنع مساجدهم ومدارسهم. نعم يحصل القتال والقتل لا شك فيه في بعض الأحيان، فهذا لا يوجب الهجرة. لو هاجرت، فرضنا لو هاجرت أنت وعدد من الناس، أين يذهب كل هؤلاء؟ ما يقدرون يهاجروا. ولذلك الهجرة إن شاء الله من الهند ما هو واجب إلا من المناطق التي فيها قد يكون بيت لمسلم وبيتين. سبحان الله، حاولنا أن نبني مسجد في مكان كلهم وثنيون من الطبقة العليا، ما قدرنا إلا أن نحتال 4 بيوت وبينها يمكن 50 بيتا من الوثنيين. فواحد تشجع جزاه الله خير، تشجع وقال باسمي أنا بيت مثل البيت ليس فيه محراب وكذا، مثل البيت بنى وعمل الجدران وكذا وكذا، أخيرا فك الجدران ورفع العصا وعليه ميكروفون وبدأ.